وبرضه من ضمن الحاجات اللطيفه جدا اللي يعني برضه بقينا واخدين بالنا من ان هي بتحصل في الفتره الاخيره، فكره ان في رياضات كانت غريبه قوي عندنا او بالنسبه لنا كمصريين مش متعودين عليها، حتى اسمها ذات نفسه غريب، لكن دلوقتي لا، بقت الرياضات اللي من النوع ده موجوده، بقى عندنا لعيبه هايلين فيها، وبقى عندنا كمان منتخبات مختلفه فيها. بالمناسبه ابتدى المنتخب المصري للكانوي والكاياك استعداده للمشاركه في المرحله الثانيه من بطولات كاس العالم للكانوي والكاياك، وكمان البارا كانوي اللي هتقام ان شاء الله في بولندا خلال الفتره من 25 الى 30 من مايو الجاري. ابتدى المنتخب الاستعداد بالتدريب في مجرى البطوله المقام به السباقات، وايضا بتتم حاليا انهاء اجراءات الاداريه للمشاركه في هذه البطوله. كمان قبل السفر كان في معسكر مغلق في مصر تم فيه اختيار اللاعبين المؤهلين للمشاركه، وكل ده كان بيحصل ضمن خطه اعداد مصر لاولمبياد باريس 2024. بالتوفيق لكل اللعيبه في مختلف الرياضات.